الراجل ده خرج مع أصحابه في ليلة وخبرهم إنه مش على بعضه عشان شاف كابوس أشبه بالحقيقة وجننوا، وصاحبه قال له خبرنا إيه هو؟ خبروا إنه رح يتكلم بعد ما يشرب كاسة خمر وبشرط ما يستهزئوش به صاحبه وافق. خبرهم إنه بيبدأ الكابوس من لما راح لزوجته بيسألها عن قلم حبر متعدد الألوان مش شايفه بالبيت، وقالت له هي إنه مش على مزاجه، هو ما نمش منيح ولا إيه، وخبرها إنه شاف حلم كل ما يبص على شخص بعينه ينفجر راسه وانفجر راس زوجته. وصاحبه بدأ يستهزأ بيه وقال له هو ده الحلم اللي مزعلك؟ وقال له استنى يا عم، دنا من بعد الكابوس ذاك شفت نفسي مع طبيب نفسي بيشخص حالتي، وانا بحكي له كيف ماتت زوجتي وقع ليه مثلها وودوني للسجن وبعدها لمنظمة عشان عندي قوة خارقة للطبيعة، وكانوا بيجيبوا سجناء محكوم عليهم بالإعدام عشان يطبقوا تجاربهم علي. وصحابه قالوا ليه إنه ده مستحيل وفوق الخيال، وبدأوا يضحكوا عليه، وفجأة انفجر راس النادل وصاحبه ارتعب وقال له إنه كاذب وده مش مجرد حلم وقتل نفسه كمان.